ذلك المجذوب ظل طوال اليوم يسأل عنك، وقال إنه معلمك ومرشدك. هل صدقت كلامه؟ لا، لم أصدق. لا يمكنه أن يكون معلمك. ربما يكون. الإنسان يشبه البئر العميقة، لا أحد يعلم حجم مائها، ولا أحد يعلم إن كانت قعرها تطفح بالخير أو بالشر. إن كان الإنسان كالبئر، سيصعب فهمه دون رؤية قاعه، صحيح؟ ماذا يمثل القاع برأيك؟ النفس. أنت تسير قدما يا بني، إياك أن تتراجع. وأنت أيضا كن مطمئنا، سنمضي قدما. لماذا لم تأكل شيئا؟ جلال الدين، جلال الدين، لا أشعر بالجوع. حين يئن الناي هكذا، فالعازف يصرخ بعزفه أيضا. أنا أصرخ لعالم الروح، فلمن تصرخ أنت؟ Thank you.
افتحوا البوابة! أتانا ضيوف! افتحوا البوابة!